السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. في الفيديو هذا إن شاء الله هنتكلم عن تحضيراتنا للجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، وأخيرا التحضيرات الأخيرة للجولة الأولى. هنتكلم على آخر تشكيلة، آخر الأسماء اللي اخترتها، ونحاول تحليل بعض المباريات، من هي المباريات اللي ممكن نحقق منها أكبر عدد من النقاط. انتظرونا. إذن أعزائي المتابعين، في هذا الفيديو كما قلت لكم سأتكلم عن تشكيلتي وآخر الأسماء اللي اخترتها. نختار الطريقة هذه متاع الانتقالات باش تبان الأسماء بالكامل. بالنسبة للاستراتيجية اللي اتبت عليها في الأخير، اللي هي ان يكون عندي توزيع الفلوس اكثر شيء ل 11 لاعب الاساسيين، مع الحصول على احتياطيين عندهم امكانيه ان يلعبوا اساسيين وباسعار رخيصه. بالنسبه لحراسه مرمى اخترت بوتن، السبب ان سعر رخيص و يعني أقل سعر لحارس مرمى متواجد عليه، ونسبة امتلاك عالية. فمش عارف هل هذه تتفي أن الحارس يزيد سعره ولا لا، أي عارف هذا زاد سعره ما ممكن ينباعه ونشروا واحد تاني بدلة فنكسبوا بعض الأموال. الحارس الثاني اخترت هيتون، ممكن نغير يعني، ما زلت مش ثابت على الحارس، لكن أنا حنختار حارس بالسعر هذا. السبب المباريات هذه القادمة لهيتون، طبعا هيتون هو حارس أستون فيلا، كان حارس برايتون بيرلي، لكن شروع أستون فيلا فأكيد حيلعب أساسي، وأنا مش منتظر منه شباك نظيفة بصراحة، منتظر منه تصديات، عدد تصديات. الحارس هذا معروف بتصديات، لو تشوف الهيستوري تاريخ اللعب سيفز عند تصديات. الموسم اللي بالنسبة للموسم الماضي هو لعب نص الموسم، ما لعبش الموسم كامل، فهذا علاش تصديات قليلة هنايا. الموسم اللي قبله ساعات ممكن كانت عنده إصابة ما لعبش أغلب الموسم، بينما المواسم السابقة عنده تصديات عدد لا بأس به، و تصديات لركلات الجزاء فيه عنده يتميز بهم. هذا السبب. خط الدفاع كان عندي ألكسندر أرنولد، لكن مباراة قدام مانشستر سيتي بصراحة لما الكلوب قام بتغييره هذه مشجعتنيش إني نثبت عليه، خاصة إن سعره غالي، وأنا بصراحة نفضل أرنولد على روبرتسون بسبب الركنيات وضربات الثابتة. أنا مش عارف، فقررت إني نستغنى عليه ونوفر الفلوس في أماكن أخرى. المهم الدفاع الأساسيين اللي عندي وان بيساكا وديني وزينتشينكو، هذوما الثلاثة الأساسيين، والباقي والاثنين التانيين عندي هدايا لندستروم، لاعب شيفيلد يونايتد، هو مصنف انه مدافع لكن في المباريات التحضيريه يلعب في خط الوسط، ف يعني حتكون عنده محاولات على المرمى، مرات يصنع مرات ما ننتظرش منه شباك نظيفه، لكن مش عارف. المباراه الاولى هي ضد مني، ضد بورنموث، لا مش عارف، لكن سعر رخيص 4 مليون يعتبر ممتاز. وعندنا أرنس 4.5، مدافع نورويتش. المدافع هذا
مصنف مدافع، لكن هو جناح يعني يكون ب زي دهرتي، يعني شبيه بدهرتي، فمتوقع يعني انه يتألق. والسبب اللي اخترته يعني انه حيلعب اساسي وحتكون عنده نقول محاولات هجومية، راح يكون هو في الاحتياط عندي، يعني مش حيكون اساسي. في حالة يعني لعيب اساسي ما دار شيء، ما لعب شيء دقيقة، فممكن هو يكون بديل لي. خط الوسط هو ركزت عليه لكن مش بنسبة 100%. ديت صلاح ودي بروين وسيغورتسون وفريزر ولوكاس مورا. لوكاس مورا لسبب ان عندك ديلي الي وسون، ديلي الي اصابة وسون محروم مبارتين، فاكيد حيعتمد عليه اساسي. وفي حتى خيار تاني لاميلا ارخص ب6.5، تو يعتبر خيار ممتاز. لكن لوكاس مورا قدام استون فيلا فريق يعني ضد الحارس هيتون، مش عارف ممكن نغير هيتون يعني في نهاية الأمر، مش عارف. دي بروين طبعا قدام وست هام، صلاح قدام نورويتش، سيغورتسون قدام كريستال بالاس. كريستال بالاس دفاع ان شاء الله نقوله يعني دفاع ضعيف، بعد خاصة بعد خروج وان بيساكا. عندك فريزر قدام شيفيلد يونايتد، دي بروين، صلاح، سيغورتسون وفريزر يشاركوا حتى في تنفيذ الضربات الثابتة والركنيات وركلات الجزاء. عندنا سيغورتسون ياخذ ركلات الجزاء، صلاح في ظل عدم وجود ميلنر، على ما اعتقد ان ميلنر اصابة، فممكن ان صلاح ينفذ هو ركلات الجزاء. صراحة اداء صلاح قدام مانشستر سيتي كان كويس، يعني كان يشكل في هجمات خطيرة. بالنسبة للهجوم اخترت غريمود كالمهاجم الاحتياطي، سعر 4.5، اضافة نسبة في نسبة امتلاك عالية ممتازة. وفيرمينو، فيرمينو بصراحة متألق الفترة الأخيرة، يعتبر في الفورمة، يعني اللاعب يعتبر في الفورمة زي ما تقول. وكينج ينفذ ضربات الجزاء ومساهمة هجومية، يعني بما يشترك في الأهداف هو ويلسون وفريزر، يكون عندهم مساهمة في الأهداف. فالتشكيل على ضوء هذا الكلام هيزيد عندي 0.5 مليون، هتكون تشكيلتي بالشكل هذا: هيتون، ديني، وان بيساكا، زينتشينكو في الدفاع 3، لوكاس مورا، دي بروين، فريزر، سيغورتسون، وصلاح خط الوسط، وكينج وفيرمينو في الهجوم. بالنسبة للاحتياط بوتون طبعا عاس في الاحتياط، اخترت ارن رقم 1، لاندسترام رقم 2، وغرينوود رقم 3، لان ارن حيلعب اساسي، هذه ان شاء الله مضمونه. لينستروم مش عارف هل هو المدرب كاين يجرب فيه ولا لا، فننتظره ونشوفه. وغرينوود ممكن يلعب دقائق اخيره، فاحتمال ضعيف جدا انه يلعب اساسي رغم ان المدرب صرح انه حيلعب اساسي. فعلى الاغلب هذه هي حتكون تشكيلتي. وبالنسبه لخيارات الكابتنة، ما اعتقد ان الاختيار لاغلب مدربي الفانتزي حيختاروه هو صلاح قدام نورويتش. كابتن الاحتياطي دي بروين، انا اعتقد اختيار صلاح ككابتن يعتبر ممتاز. هذه هي التشكيله ان شاء الله اللي حنعتمد عليها. نجو توا نتكلم عليه المباريات، هي أسهل مباريات. أنا أعتقد المباريات اللي ممكن مضمونة فيها الشباك النظيفة هي ليفربول قدام نورويتش،
ممكن أرسنال قدام نيوكاسل ممكن يحصل شباك نظيفة، نعم. توتنهام قدام أستون فيلا ممكن يحصل شباك نظيفة، واتفورد قدام برايتون ممكن في شباك نظيفة، بالنسبة للخيارات الهجومية عندك ليفربول ومانشستر سيتي مبارياتهم تعتبر حيحاولوا الفريقين هذوما الاثنين انهم يسجلوا اكثر عدد من الاهداف لغرض اعتلاء صدارة الدوري، لانه واضح ان اللي يسجل اكثر هو اللي حيكون الترتيب الاول خاصة في الجولة الاولى. مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباراة صعبة التكهن فيها، لازم نراجعوا نشوفوا اداء الفريقين. ارسنال اوباميانغ ممكن يكون اختيار ممتاز. ليستر سيتي وولفز مباراة متكافئة جدا، صعب تكهن، مباراة فريقين في جاهزية كبيرة خاصة وولفز، لأن المدة الأخيرة لعب مباريات تحضيرية وبجدية كاملة لأنه كان يلعب تحضيرات الدوري الأوروبي، مش تعتبرش مباريات ودية، هذا ممكن يساعدهم أن تكون عندهم جاهزية أكثر. توتنهام ضد أستون فيلا مباراة سهلة، ممكن حتى هم يستغلوها لتسجيل أكثر عدد من الأهداف. ساوثهامبتون وبيرلي مباراة متكافئة، بورنموث ممكن فرصة لهم لتحقيق نتيجة ممتازة. صراحة هذه هي توقعاتي للجولة الأولى في فيديو سريع. بالنسبة للتشكيلة ما زال مش معروفة، ممكن نغير الحارس، مش عارف. لكل حال هذه تحضيراتي، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ياريت تضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. بالتوفيق لكم في الجولة الأولى، إن شاء الله تجيبوا أسهم خضراء متجهة الأعلى كلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.